هي راح تشوفوا سهو الشريرة طبعا، مش الشريرة اللي هي المسيطرة المغرورة، انه ما حدا يهزمها، ما حدا يتكبر عليها، وهذا حقيقتي اللي كل العالم ما يعرفوها. وجهي الثاني. يا لطيف، وجهك الثاني. انت عصبية؟ انا عصبية بس الناس ما تصدقنيش، اقسم بالله غير كنت قلق نقلب الدنيا، ما حدا يصدقني اذا قلت انا عصبية. طيب شو رأيك نسمع مقطع من الاغنية يا سهيلة؟ خفيف ما مو ثقيل، زعل زعل شوك اني قدر والله. ايوة كتير حلوة، كفيها. لا والله ايتي بالعربي انتم، اقسم بالله احنا خطيرين. هاي كات. وهالكليب هو اول تعاون بين عادل وسهيلة. انا تشرفت كتير بالعمل تاعه، وعلى صعيد الشخصي هو شخص رائع جدا، محترم كتير، بيتفهم كل شيء. شاهدوا التقرير كاملا على ايتي بالعربي.com.